طبعا بالنسبه للحراره لانها بتوقع الوسواس الصغير اللي هي عباره عن اللي هي بتنتج منه الزهره اللي هي بتخلق لسه صغيره اللي الشمس بتحرقها لما تكون الحراره عاليه بتحرقها فبتقلل من نسبه الانتاج لان اللي بيبقى داخل الورق من جوه هو اللي بيعيش اللي بيبقى معرض للشمس من بره بينحرق ده اللي بقلل من الانتاج.